بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة كويت سبورت، أحييكم من الملعب الرئيسي للتنس بنادي اليرموك الرياضي بمنطقة مشرف، وأنقل لكم وقاع المباراة النهائية لمسابقة زوج الرجال ضمن بطولة الكويت المفتوحة التاسعة للتنس، بطولة انطلقت في الرابع من مارس الجاري، واليوم يسدى الستار على ختام هذه البطولة. مباراة بين حسن الموسى أمامك على الشاشة وزميله اللاعب عبد الله المشيمي، وعلى الطرف الآخر عبد الرحمن العوضي مع اللاعب عبد الحميد محبوب مدير اللقاء السيد عبد الرسول حيدر. أيضا يشاركني في التعليق والتحليل الفني لهذه المباراة الكابتن محمد محمودي. كابتن محمد، أرحب فيك في هذه المباراة النهائية، وما توقعاتك لمثل هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نشوف مستوى عالي، وخاصة المباراة النهائية في جمهور حاضر، وإن شاء الله نشوف مستوى، يعني مستوى اللاعبين كل واحد يكون عند 100% من إمكانياته عشان الجمهور يتمتع إن شاء الله، ويصير نهائي زي كل سنة إن شاء الله. طبعا أمامنا نخبة من لاعبي الأندية، من عبد الرحمن العوضي وعبد الله المشيمي من نادي الكويت الرياضي، عبد الحميد محبوب من نادي السالمية الرياضي، وحسن الموسى من نادي اليرموك الرياضي. إذن ثلاثة أندية ممثلة في هذه المباراة. إذن انطلاق المباراة، الإرسال مع اللاعب حسن الموسى. وإرسال أو كرة ساحقة من المشيمي، 15 لا شيء. هذه المباراة عزيزي المشاهد تقام من أفضلية ثلاث مجموعات، يطبق قصة التعادل في المجموعة الأولى والثانية، وتلعب الثالثة بنظام سوبر تاي بريك. أيضا يطبق في هذه المباراة نظام نو أدفانتج في تحديد الفائز بالشوط، 30 لا شيء. ثلاثين خمستاش. طبعا سيعقب هذه المباراة حفل تتويج الفائزين في المسابقات، مسابقات البطولة 11 مسابقة. إعادة للإرسال. كرة قوية من حسن الموسى، 40-15. إرسال خطأ من الموسى. إلى خارج الملعب من المشيمي، 40-30. هذا عبد الله المشيمي لاعب نادي الكويت الرياضي في مواجهة أمام زميله عبد الرحمن العوضي من نفس النادي. إذن شوط لصالح المشيمي والموسى. كابتن محمد محمودي، هذا الشوط الأول انتهى لصالح الموسى والمشيمي، كيف ترى الشوط الأول؟ بداية الشوط الأول يعني اللاعب كان منطقي السيرف، يعني خاصة بلعبة الزوجي لازم كل لاعب يحافظ على إرساله، وهذا الشيء اللي صار. ولاحظنا في الكرة الأخيرة أنه في مشكلة عند عبد الرحمن العوضي، ان شاء الله ما راح تكمل معها الاصابه عشان يكون مستوى المباراه تكون
افضل من كرة داخل الملعب. خمستاش لشيء. طبعا شاهدنا امس انسحاب للعوضي بسبب اصابة الرسغ الايمن. وكرة قصيرة من العوضي. 30 لشيء. طبعا لاحظ ان عبد الحميد محبوب يبدا الارسال تخوفا من البدايه مع عبد الرحمن العوضي اللي مثل ما ذكرت لك عزيزي المشاهد بانه يعاني من اصابه في الرسغ الايمن. 40 لشيء. الرسغ الايمن طبعا هو ايضا كانت الاصابه هي سبب ايضا من اسباب خسارته بالامس امام زميله عبد الحميد محبوب. وكره طائشه من المشيمي. شوط لصالح العوضي وعبد الحميد محبوب. شوط مقابل شوط مع بداية المجموعة الأولى. أتوقع أن فريق المتشيمي والموسى ينتظر الشوط الرابع لكسر الإرسال. إذا الإرسال خاطئ بالمتشيمي. 15 لشيء. كرة نزلت في منطقة الإرسال. خمستاش الجميع. إرسال خاطئ. خمستاش 30. المباراة ما زالت هادئة نوعا ما. شهدنا بالأمس لقاء مثير منذ بدايته بين العوضي وعبد الحميد محبوب مع القلاف وعلي إسماعيل. وخارج الملعب من عبد الحميد. 30 الجميع. كرة ساحقة من الموسى. 40-30. وخطأ مزدوج من المتشيمي في وقت حرج جدا. ديوس تعادل نقطة الفاز بالشوط. كما ذكرت عزيزي المشاهد لن يتم او يتم تطبيق نو ادفانتج. إعادة للإرسال الأول. إرسال خاطئ. إذن يبدو الارتباك على المتشيمي. نقطة حرجة جدا. والشوط لصالح المتشيمي والموسى. يتقدمان بشوطين مقابل شوط واحد. إذن كابتن محمودي المباراة ما زالت في بدايتها، ما زال الهدوء نوعا ما، هو سيد الموقف، لكن نحن نترقب الشوط القادم
ما رأيك كيف سيكون في الشوط القادم؟ فعلا احنا كنا ننتظر الشوط هذا الشوط الرابع على إرسال عبد الرحمن العوضي نظرا للإصابة اللي يعاني منها اللي خلاه ينسحب من السينجل، وصرنا ارتباك من عبد الله مكيمي على الحفاظ على سيرفو، وراح نشوف الحين الشوط الرابع ممكن يغير نتيجة المباراة. إذا بالفعل أعتقد حتى الفريق الخصم أيضا ينتظر هذا الشوط لمحاولة كسر الإرسال. إذا نترقب أداء عبد الرحمن العوضي وبالتحديد إرسال العوضي في هذا الشوط. إرسال عبد الرحمن العوضي خمستاش لشيء. طبعا الآن التقدم لصالح المشيمي بشوطين مقابل شوط في المجموعة الأولى. خمستاش لشيء إرسال مع العوضي. ثلاثين لشيء وكرة إلى جانب الملعب من الموسى. ثلاثين خمستاش كرة طائشة إلى خارج الملعب من المشيمي. 40-15 هل يتمكن العوضي من الفوز بإرساله رغم الإصابة؟ وخارج الملعب. إذن يتمكن العوضي من الاحتفاظ بشوط كسر بالشوط الرابع. لأن ضاعت فرصة الموسى والمشيمي، لكن ما زال التعادل أيضا يخيم على هذه المباراة 2-2 في المجموعة الأولى. مباراة من ثلاث مجموعات يطبق قسم التعادل في المجموعة الأولى والثانية. لا شيء 15 كرة طويلة إلى خارج الملعب. لا شيء 30 15-30 كرة بعرض الملعب من المشيمي. 30 الجميع. إرسال خاطئ من الموسى. أو
40 30 لأن هذا هو اليوم الأخير من بطولة الكويت المفتوحة بنسختها التاسعة، المباراة النهائية في مسابقة زوج الرجال. والموسى يرسل خارج الملعب، شوط لصالح المشيمي، والموسى يتقدمان بثلاث أشواط مقابل شوطين في المجموعة الأولى. أيضا ينضم إلينا في التحليل الفني الكابتن حسن الغريب، حياك الله كابتن حسن في هذا المهرجان في آخر أيام بطولة الكويت المفتوحة التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية كابتن مبشار على الترحيب وعلى التعليق الناجح. الصراحة يعني مجهودك واضح ومثمر على مستوى كل المباريات اللي شفناها من أمس إلى هذا اليوم، وما شاء الله نتابع أن مستوى اللاعبين بهالوقت هذا بهالوقت الحالي مع اللاعبين المشاركين كلهم يعني يقدمون أداء ومستوى رائع جدا، واللي نتمناه احنا كجماهير ومدربين. حاليا النتيجة على ما اعتقد متوازنة بين الطرفين، النتيجة 3-2 لمصلحة الفريق حسن موسى وعبد الله المشيمي. ولاحظنا ان كان عندهم فرصة لاعبين عبد الرحمن وعبد الحميد في الشوط اللي فات، على ما اعتقد كانوا متقدمين 30 لا شيء، فرصة كانت كبيرة لكسر الارسال، لكن حاليا يرسل اللاعب عبد الحميد محبوب. برافو برافو، توقع ممتاز من عبد الله المشيمي، توقع ان الكره كانت هتنتهي، لكن لاحظ ان الكره كانت مو بالقوه الكافيه فاستقبلها بشكل ممتاز. لعبه جميله من اللاعب عبد الرحمن العوضي، دروب شوت فولي، برافو 15 الجميع. برافو عبد الحميد الشطي على الفولي، نلاحظ التغطية الكبيرة على الشبك من اللاعب عبد الحميد. طبعا اللي يفيد اللاعب على الشبك من الطرف المرسل هو الإرسال الأول، وهذا اللي يمتاز فيه اللاعب عبد الحميد جمعة. تضيع عليه وتضيع عليه النقطة 30 الجميع، فرصة ثمينة للفريق المستقبل ان يكسر الارسال في هذا التوقيت. ردة فعل ممتازة من اللاعب عبد الحميد على الفولي مرة ثانية، توقعها اللاعب حسن موسى انها تنتهي لصالحه، لكن عبد الحميد كان حاضر على الفولي. تفوق كبير للفريق عبد الحميد وعبد الرحمن على الارسال، ينهيها عبد الرحمن على الفولي مثل ما ذكرنا بعد الارسال الاول، سهل الامور اللاعب عبد الحميد للاعب عبد الرحمن على الفولي في هذه النقطه. والنتيجه حاليا اعزائي المشاهدين 3 الجميع. اذا شوط مقابل شوط مع المجموعه الاولى، تبادل الفوز بالاشواط بين الفريقين. الارسال مع المشيمي في الشوط السابع، ضربة خاطئة من العوضي إلى الشبكة. أحسنك.
تضيع النقطة على عبد الرحمن، حاول انه ينهيها على طريقة الوينر انجل باك هاند. النقطة لمصلحة اللاعب عبد الله المشيمي على الارسال 30 لا شيء. تضيع، استهتار من اللاعب عبد الرحمن العوضي، كرة كانت سهلة كان يقدر يوصل لها ويلعبها فور هاند بالطريقة اللي هو يرتاح لها، لكن حاول يلعبها بين القدمين وتوفق فيها وضاعت النقطة. وثلاث فرص لك حسم الشوط لمصلحة عبد الله المشيمي على الإرسال، وإيس إيس موسى المشيمي على الإرسال 4-3 في المجموعة الأولى. إذن عزيزي المشاهد، تقدم المشيمي والموسى 4-3 في المجموعة الأولى، واستعرض بقية أو نتائج بقية المسابقات في فردي البراعم تحت 11 سنة. جاء بالمركز الثاني اللاعب حسن جمال، وبالمركز الأول محمد العوضي في مسابقة تحت 13 سنة. جاء بالمركز الثاني يوسف يعقوب يوسف، لما جاء في المركز الأول لاعب ماكسويل في مسابقة الناشئين تحت 17 سنة. جاء بالمركز الثاني عيسى قبازرد، وبالمركز الأول أحمد مفيد خميس. وشهدنا أمس فوز عبد الحميد مبارك بالمركز الأول في فرد الرجال، واكتفى العوضي بالمركز الثاني. أيضا في مسابقات السيدات والفتيات جاءت بالمركز الثاني اللاعبة ريتاج حسين، وبالمركز الأول فريدة العياط في فرد الناشئات، وفي فرد السيدات جاءت بالمركز الثاني منار الجزاف وسارة بابهاني بالمركز الأول. أيضا شاهدنا مباراة أو ختام مسابقة فردي الرواد فوق 45 سنة، جاء بالمركز الثاني اللاعب فالنتاين، وبالمركز الأول اللاعب بوجان. في مسابقة فردي 55 جاء بالمركز الأول اللاعب كيرت سيمز، والثاني صبحي الغربلي. أعود إليكم يا أعزائي المشاهدين، المباراة 4-3 لمصلحة المشيمي والموسى، والإرسال على إيد اللاعب عبد الرحمن، تضيع النقطة لمصلحة جمعة والعوضي. يشاركني بتعليق الكابتن الكبير البطل العرب سابقا محمد محمودي من الجزائر. كابتن، انت ما اعتقد مروا على كل هاللاعبين من اليوم اللي بدوا فيه لعبة التنس، من تلاحظ بوقت الحالي من بين الفريقين اللي هو اللي يتميز عن الثاني من ناحية خلينا نقول كخبرة في مجال مباريات الزوجي؟ هو مش كخبرة، بس احنا نلاحظ إصابة عبد الرحمن العوضي خلت مستوى المباراة نوعا ما متوسط. صحيح، خاصة نشاهد على إرساله، يعني قاعد يلعب إرسال 20% تقريبا. صحيح، وبرغم ذلك بيفوز بسيرفو، بالإرسال بيفوز، نشاهد نوعا ما خوف من كل اللاعبين على الاستقبال تقريباً. على الاستقبال فعلا، على الاستقبال على كسر الإرسال. صحيح صحيح، وعلى ما أعتقد اللاعب عبد الحميد متفوق على الفولي، فما عنده رهبة الكرة القوية اللي تيم البيس لاين. الإرسال حاليا على يد اللاعب حسن الموسى، اللاعب المميز في لعبة الزوجي. برافو، أول نقطة لمصلحة الموسى والمشيمي 15 لا شيء، ونتيجة المجموعة أعزائي المشاهدين هي 4-4. لا زال كل الفريقين محافظين على أشواط الإرسال، فالتعادل والتوازن بالمستوى واضح إلى هالوقت في الوقت الحالي. الكرة كانت سهلة اللاعب عبد الحميد انه ينهيها 30 لا شيء، لا عفوا 15 الجميع، 15 الجميع. تضيع على اللاعب حسن الموسى على الفولي، الكرة كانت سهلة مرتفعة وبطيئة، لكن كرة في الشبكة، يعني خطأ مباشر من اللاعب حسن الموسى، قد يعوض لأن الوضع حاليا صعب على الفريق موسى والمشيمي. ما
تضيع برافو من حسن موسى على طريقة السماش 30 الجميع. كابتن محمد محمود، احنا نلاحظ ان حسن موسى ارسالاته مو بالقوه اللي يتخيلها اي لاعب يعني بالزوجه، ولكن نقول هل تكتيكيا هو متفوق عن باقي اللاعبين؟ ما نشوف فعلا القوة. هذا الشيء لاحظته انه حسن موسى هو اكبر لاعب خبره بالزوجي، ولذلك ما قاعد يرسل بقوه، لكن نلاحظ انها يعني ارسالاته بالزوايا. صحيح، وهي اصعب شيء، اصعب على طريقة التوب سبين، على طريقة التوب سبين وسلايس. صحيح. حاليا يحسم الشوط الفريق موسى والمشيمي على الإرسال، لا زال المستوى متوازن بين الطرفين. يرسل في الشوط القادم اللاعب عبد الحميد جمعة. نلاحظ في الإعادات بعض اللقطات الجميلة من الفريقين على البول، نلاحظ ان لعبة الزوجي تمتاز او تتميز بضربات البولي اكثر من الخط الخلفي، يحاول كلا الفريقين ان ينهون النقاط بشكل سريع. تغطية الشبكة مهمة جدا لكل اللاعبين، فاذا اللاعب ما عنده مهارة البولي يعني نقول انه يفقد نص مستوى وامكانيات امكانيته بالفوز في معظم النقاط في مسابقة الزوجي. فتقريبا كل من أربع اللاعبين، كل اللاعبين اللي نتابع مستواهم في الوقت الحالي متميزين في ضربة الفولي وتغطية الشبكة من بعد الإرسال أو الاستقبال. فحاليا الإرسال يكون على إيد اللاعب محبوب جمعة، وهو من أفضل المرسلين على مستوى المباراة في خلال البطولة. وحاليا نتابع اعزائي المشاهدين، ونلاحظ شلون سهل الامور اللاعب عبد الحميد بعد الرسالة الاول على اللاعب عبد الرحمن العوضي. سماش لا يصد ولا يرد، 15 لا شيء. تتوقع منو اللي راح يكسر اول يا كابتن؟ والله على حسب ما اشوف لحد الان كل لاعب قاعد يفوز برساله. احنا كنا متخوفين من عبد الرحمن العوضي، ولكن كان يلعب سيرف بذكاء فعلا، بس ردت فعل الفريق الثاني خاصه عبد الله مكيمي. لحد الان انا حاس انه لحد الان ما دخل بجو المباراه. ثلاثين لا شيء على الرسال محبوب جمعة. برافو، يمكن ما أعتقد أحلى نقطة في المباراة، ونقول ما شاء الله ردة فعلهم على الفولي كانت صراحة مميزة للاعب عبد الرحمن. توقعت ان الكرة كانت راح تنتهي اكثر من مرة، لكن عنده ردة الفعل السريعة والايجابية في معظم النقاط الموجهة تقريبا على الجسد. فبرافو من اللاعب عبد الرحمن العوضي. 30-15 فوت فولد على اللاعب محبوب. 30 الجميع، يصعب الأمور على الفريق في هذا الشوط. أنا ما أعتقد هذا كان ثاني فوت فولد يرتكب اللاعب محبوب، تخوفا من كسر الإرسال. صحيح. هذه النقطة مهمة، هي الأهم في الشوط والمباراة على ما أعتقد، خاصة في المجموعة، هو الفريق المرسل ومتأخر بالنتيجة. برافو من اللاعب حسن موسى، يلاحظ الزاوية المفتوحة للاعب عبد الرحمن العوضي ويحسمها لصالحه ويعطي حق الفريق فرصة لكسر الإرسال في هذا التوقيت، مع أنه كانوا متقدمين.
عبد الحميد والعوضي وتضيع النقطة على طبعا في الوقت الحالي كابتن يطبق نظام ريسيفرز تشويس فنقطة واحدة نقطة واحدة ويحسم الشوط كل الفريقين. راح نشوف الحين خبرة حسن الموسى وبرافو من اللاعب عبد الرحمن العوضي تغطية كبيرة على الشبك ونلاحظ الحماس وردة فعل اللاعبين من بعد ما حسموا النقطة تشجيع كبير لبعضهم البعض لأن كانت نقطة حاسمة نقطة كانت هي تنتهي فيها الشوط أو تنفيها المجموعة فخمسة للجميع خمسة للجميع في المجموعة الأولى إرسال على يد اللاعب برافو إيس ولا لا خارج الملعب خارج الملعب إرسال على يد عبد الله المشيمي برافو تغطية كبيرة من اللاعب حسن الموسى على الشبك توب شوت فولي كان فيه شيء من الحظ كابتن ولا شيء من الحظ خارج الملعب من اللاعب عبد الله المشيمي حاول ينهيها على طريقة الباك هاند داون ذا لاين 15 للجميع كابتن احنا نشاهد ارتباك عبد الله المشيمي بالارسال ها بالارسال وهذا منذ بداية المباراة سهل الامور على اللاعب عبد الرحمن العوضي كانت ضربه سهله قريبه من الشبك حاول يتفنن فيها ويلعبها على طريقه اللوب ما تفوق فيها ابدا كره كانت سهله جدا على عبد الرحمن وتقدم في هذا الشوط تقدم كبير وتضيع على عبد تضيع ثلاث كور تقريبا ضيعهم اللاعب عبد الله المشيمي في هذا الشوط ونقول انه هو اللاعب المرتبك اكثر في هذا التوقيت وثلاث فرص او فرصتين لكسر ثلاث فرص لتعادل ثلاث فرص والتقدم في المجموعه الاولى وتضيع ذكرت مثل ما ذكرت كابتن ان التوتر كان على ارسالات عبد التوتر واضح على عبد الله المشيمي هو أنا ما أعتقد هو يشتكي من إصابة ولا شيء لا ما الحمد لله أنا ما أعتقد ضغط المباراة من بعد ما ضغط مباراة كونها نهائي فعلا مع لاعبين خبرة مثل حسن الموسى صحيح أنا نقول ما شاء الله يعني الفريقين من كل جيل هذا جيل الثمانيني والثاني جيل التسعيني على ما أعتقد فالمفروض نقول الخبرة طبعا عند اللاعبين الثمانينات لكن اللاعبين عبد الرحمن ومحبوب نقول هم اللاعبين المتفوقين من ناحيه المهارات واللياقه البدنيه لان هم المتواصلين بالتدريب والاحتكاك بشكل متواصل مع هم حاليا لاعبين المنتخب يعني صحيح الاول والثاني على المستوى الكويتي صحيح فانا ما اعتقد اللاعب حسن موسى وعبد الله المشيمي راح يعانون من القوه البدنيه في المباراه وهذا اللي يبين في هذا الشوط على عبد الله المشيمي هو الارهاق سبب الدبل فولت احنا نقول احد اسباب الدبل فولت يكون الارهاق في البدن وقوه اللاعب فالتوقيت في الوقت الحالي الحين الارسال على ايد عبد الرحمن انا اقول يمكن هاي فرصه الفريق حسن موسى والمشيمي انه يكسرون الارسال لان الارسالات راح تكون ما تكون بالقوه الكافيه اللي لكن في شيء ثاني انه المباراه راح تلعب شوطين وفي سوبر تاي بريك يمكن صحيح يعني لا زال الحظ يعني لا زال الوقت لموسى والمكيمي انه يرجعوا في النتيجه اذا كان عندهم يمتلكون القوه البدنيه واللياقه طبعا اذا قدروا انه يجارون بالمستوى البدني اللاعبين عبد الحميد وعبد الرحمن الارسال اول نقطه لمصلحه اللاعب عبد الرحمن على الارسال 15 لا شيء تضيع النقطة الثانية على عبد الرحمن 15 الجميع هنا نشاهد إرسال عبد الرحمن العوضي
برافو، هالمرة استغلوا ضعف الإرسال. ضعف الإرسال. على ما أعتقد هذا اللي كانوا يفقدون اللاعبين عبد الرحمن حسن موسى و. إنه كون المباراة نهائية كان فيه ارتباك. صحيح. بس يعني ما عرفوا إنه نقطة الضعف، لأنه عبد الرحمن عنده كان مجرد إنه يحط الكرة بس بالملعب. المفروض الفريق يكون واعي، لكن حالياً ذكرى سهلة مثل هذه كابتن، أنا ما أعتقد يعني كان يقدر يتعامل معها بشكل أفضل. أفضل. اللاعب عبد الله المشيمي 30 الجميع. وهذا راجع أيضا نقص المباريات. صحيح. نقص المباريات راح يخلي اللاعب إنه ما عنده استمرارية باللعب بالمباريات والضغط والثقة فعلا. والثقة. يرسل الإرسال، يرسل اللاعب عبد الرحمن عوضي لحسم المجموعة الأولى 40-30. فرصة كبيرة على الإرسال اللي توقعنا راح تكون فيه عنده مشكلة، والمرة هذه يستغلها عبد الله المتشيمي على الفور هاند وينر، فرصة كبيرة لكسر الإرسال أو أنه تنحسم المجموعة لمصلحة العوضي وجمعة. نقطة حاسمة يعني على الإرسال الثاني. ويحسمها فعلا، يحسمها اللاعب عبد الله المشيمي ويستغل ضعف الإرسال وتقدم عليها بشكل هجومي وفعال فعلا، ويكسر فيها الإرسال اللاعبين موسى والمشيمي. مثل ما توقعنا كابتن كان راح يكون يمكن شوط صعب على عبد الرحمن انه يحسم اللي صالحه، وحاليا يلعبون شوط كسر التعادل مكون من 7 نقاط. تضيع النقطة الأولى على الموسى على الفولي، كرة كانت سهلة. كل نقطة يعني أهم لها أهمية كبيرة، وخاصة أن حاليا ينكسر أول إرسال على اللاعبين الموسى والمشيمي. ويحسمها عبد الرحمن سماش على الفولي 1-0. 2-0 عفوا 2-2 لمصلحة العوضي وجمعة. والنقطة الثالثة لمصلحة العوضي وجمعة، إرسال على إيد اللاعب عبد الله المشيمي. عفوا على ايد اللاعب حسن موسى. اعتقد انه في خطا. اوكي. انه حسن موسى بدل الارسال. هو بدل الارسال صح. حاليا عبد الله المشيمي. صحيح. اعتقد كانوا متكتكينها او تعمدوا. لا لا لا. يضيع الارسال. انا ما اعتقد يمكن عبد الله المشيمي يواجه مشاكل بالارسال. نشاهد هنا عبد الرحمن العوضي واعد مغطي على الفورهاند. اوكي. يعني متوقع ان الكره متوقع على الاستقبال انه عنده مشكله بالفورهاند الرست الايمن، يحاول يغطي جهه الفورهاند بحيث انه برافو برافو الارسال الاول، لكن الارسال الاول ضاع، النقطه الاولى ضاعت على اللاعب المشيمي على الارسال. كسرين يواجههم اللاعبين المشيمي والموسى في هذا الشوط الحاسم. 4-0 يرسل اللاعب عبد الرحمن العوضي. تغطية كبيرة على الشبكة للاعبين عبد الرحمن عفوا من اللاعب موسى والمشيمي، نقطة وكسر للإرسال الأول للاعب عبد الرحمن العوضي. 4-2 لمصلحة جمعة والعوضي.
وتضيع النقطة الثانية على اللاعب علي الرحمن العوضي على الإرسال، ينكسر الإرسال وتعود أوضاع الشوط كسر، أو عفوا وضعية الشوط كسر التعادل. على الوضع الطبيعي كل لاعب على الإرسال فرصة أن يعادل النتيجة، اللاعب حسن موسى وفعلا يعادل النتيجة 4 الجميع. كيف توقعاتك في هذا التوقيت 4 الجميع؟ يعني نقول فرصة كبيرة لكل الفريقين أن يفوز بها الشوط. على سيرف حسن الموسى كخبرة ونشاهد الإرسال بكل ذكاء، سلايس وينر ايس، توقيت ولا اروع ولا اهم في المباراة في هذا الشوط وفي هذه المجموعة، فرصة كبيرة لحسن الموسى والمشيمي، وتضيع على المشيمي على الفور هاند، حاول انه يلعبها بقوة بجسد اللاعب عبد الرحمن العوضي، خطأ مباشر 5 الجميع. الحين ما في اي قراءة على من قد يحسم الشوط بين الفريقين. برافو برافو من اللاعب عبد الله المشيمي على الفولي، مع ان كانت الكرة كان فيها شيء من الحظ من اللاعب حسن موسى باتجاه اللاعب عبد الحميد، ويحسمها ويكسر فيها ارسال اللاعب عبد الحميد جمعة، وفرصة كبيرة لحسم الشوط والمجموعة بعد ما كان متأخر الفريق المشيمي 4-1 في شوط كأس التعادل، وتضيء النقطة على عبد الرحمن وحسم الشوط فعلا والمجموعة الأولى لفريق الموسى والمشيمي. كابتن دراما كانت في هذا الشوط، كان متأخر الفريق. كان الموسى والمشيمي متأخرين 4-1 في شوط كسر التعادل، لكن ذكرنا يا كابتن ان الخبره تلعب دور كبير في هالمباراه، وخاصه شوط كسر التعادل يعني مكون من 7 نقاط، يعني اللاعبين يحاولون كثر ما يقدرون ان يستغلون الفرص في توقيت وايد حاسم. 4 الجميع، لاحظنا ان حسن موسى لعب ارسال ايس، من بعدها ارسل اللاعب عبد الحميد جمعه وما قدر انه يحسم نقطتين ورا بعض، فنقول يمكن عامل الخبره هي اللي لعبت الدور فعلا. إيه؟ فعلا خاصة بالزوجي عامل الخبرة هو أهم شيء، وحسن موسى عرف شلون يخلص الشوط، أنا أقول الشوط تاي بريك بإرسال ذكي، وكذلك عبد الله مكيمي لعب إرسال قوي فعلا، وما توفق عبد الرحمن العوضي في الريتيرن، ولذلك أخذوا الست الأول، وإن شاء الله راح نشاهد حماس أكثر في الشوط الثاني. يعني على ما نقدر نقول أن المجموعة كانت متكاملة من كل النواحي، يعني وصلوا إلى شوط كسر التعادل وكان في دراما، يعني كان في كسر للإرسال في نهاية المجموعة ويرد الإرسال، طبعا يرد الكسر للفريق، خاصة أنه كان في تقدم الفريق العوضي والمبارك 4-1. صحيح صحيح تايبرك، وأنا أقول الخبرة عرفت تفوز على على القوة البدنية، خلينا نقول يعني نقول ان طبعا حسن موسى عنده مباريات على مستوى ديفيس كاب، يعني على مستوى عالمي، ان اللاعب عنده الخبرة الكافية انه يتعامل مع كل المباريات مع كل المستويات سواء كان عالميا او محليا، لكن نقول ايضا عبد الحميد والعوضي عندهم الخبرة الكافية انه يواجهون فيها الخصم اللي في هذا اليوم، لكن طبعا يعني كلا اللاعبين حسن الموسى وعبد الله مكيمي يعني اخر 4 سنوات نشاهدهم بالنهائيات خاصه مع بعض، او كل واحد شاهدنا السنه اللي فاتت عبد الرحمن العوضي وعبد الله مكيمي بالنهائي ضد عبد الله القلاف وحامد سليطين فعلا، والسنه اللي قبلها شاهدنا حسن الموسى والكابتن انعام بالنهائي، يعني كلاهم في عندهم خبرة، بس بداية المباراة اليوم كان في ارتباك من عبد الله المكيمي، فيمكن نقول دخل جو المباراة حاليا بعد المجموعة الأولى يكسب الثقة، اللاعب كسب ثقة وراح شوية الارتباك، وإن شاء الله نشوف شوط ثاني أفضل.
نتمنى ذلك، نتمنى ذلك. حاليا الارسال على ايد اللاعب عبد الحميد، جمعه و30/15. ممتاز، باك هاند وينر داون ذا لاين من اللاعب، مع اني توقعت ان الكره راح تروح اوت وكانت بالجسد، لكن كابتن انا اللي اعرفه بمهاره الباك هاند اللاعب عبد الله المشيمي كلها يرجع الى بركات تدريبك. هذا اللي انا سمعته، هل كانت اشاعات هل كانت واقعيه ما ادري الصراحه، بس هو يتكلم دون ان انا ما عند الباك هاند الا الكابتن محبوب محمد محمودي، فيعطيك العافيه. الله يسلمك. وبرافو، نقطة جميلة على البولي من اللاعب عبد الرحمن العوضي، وفرصة لحسم الشوط الأول في المجموعة الثانية لجمعة والعوضي. معنا في الحضور الكبير الشيخ أحمد الجابر أحمد الصباح، يعطي العافية على متابرته وعلى وجوده ودعمه لرياضة التنس خلال تقريبا الثلاث قرون اللي فاتت ما شاء الله، يعني والله كثر من أمثاله يا رب. وتضيع على اللاعب حسن موسى على الفولي، ضربة فيها نوع من الاستهتار مع أنه كان حاضر على الفولي، تضيع النقطة ويحسم الشوط اللاعب عبد الرحمن وعبد الحميد. طبعا مثل ما ذكرنا أعزائي المشاهدين، عبد الحميد يمتلك الإرسال، يمتلك القوة الكافية على الإرسال الأول أنه يسهل الأمور على اللاعب عبد الرحمن العوضي ويحسم الأشواط المهمة على الإرسال، مقارنة في عبد الرحمن اللي يواجه مشكلة حاليا بالرزق ومصعب الأمور على الارسالات على الشوط اللي يرسل فيه اللاعب عبد الرحمن العوضي. حاليا الارسال على ايد اللاعب على ما اعتقد حسن الموسى في الشوط الثاني من المجموعه الثانيه من المباراه. طبعا ما نقدر نحط اي توقعات للمباراه حاليا، لان باي وقت تنقلب النتيجه، باي وقت اللاعبين يقدرون يكسرون ارسالات بعض، او انه يحاولون يحافظون على ارسالاتهم الى شوط كسر التعادل. وايضا في فرصه كبيره لكلا الفريقين، سواء كان يعني نحن نتكلم عن من الناحيه البدنيه ان الفريق حسن موسى وعبد الله المشيمي يواجهون مشكله من الناحيه البدنيه، بس ان المباراه ما راح تطول الى الفتره اللي يحوش اللاعب اي نوع من الارهاق وينخفض بالمستوى اللي ما يقدر يؤدي فيه اللاعب الى نهايه المباراه، خاصه ان شوط كاس التعادل عباره عن 10 نقاط، فنقول ان المباراه هتكون ان شاء الله متكامله بالمستوى اللي يشرف الحضور واللاعبين ككل. وحاليا اللاعب عبد الرحمن الموسى والمشيمي 40 لا شيء في هذا التوقيت، ثلاث فرص لحسم هذا الشوط بشكل نظيف. وتضيع، وفعلا شوط نظيف لمصلحة موسى والمشيمي على الإرسال واحد الجميع. وتضيع الكرة الأولى على اللاعب عبد الرحمن من بعد الإرسال، كان تقدم على الفولي بشكل فعال وممتاز وكانت كرة سهلة، لكن الاستعجال من اللاعب عبد الرحمن 15. لعبها بشكل تكتيكي اللاعب عبد الله المشيمي، لكن ما توفق فيها وتضيع النقطة 15 الجميع. برافو من اللاعب حسن موسى، وينر من خارج الملعب، فور هاند داون ذا لاين، شاف الزاويه المفتوحه وكان هو برا الملعب، فساعده تقريبا على انه يحسمها لصالحه بشكل قوي وفعال. وبرافو من حسن موسى في هذا التوقيت 30-15، يلعبها بنفس الطريقه اللاعب عبد الله المشيمي. كابتن، هل ان عبد الله ما عنده الحل على الاستقبال مع ان الارسال ما نقول بالقوه الكافيه يقدر بكل سهوله انه يلف على الكره ويلعب فورهاند، لكن انا استغرب من اتخاذ القرار في بعض الاستقبالات للاعب عبد الله المشيمي. احنا مثل ما قلنا عبد الله المشيمي من بدايه المباراه في نوعا ما تخوف من كونها مباراه نهائيه ولا كان نقص مباريات، انا اقول انه نقص مباريات اكثر. فعلا انا اقول نفس الشيء، لان كرات ثقه يعني ثقه مش 100% يعني، صح، خاصة ان ضد فريق يعني يمكن ضد فريق خبرة يعني حسن موسى حاليا حد الان يلعب الدوري يعني عنده خبرة كافية
يعني يقول عبد الله انه حاط على نفسه الضغط يعني مش من الخصم من يعني من اللاعب اللي هو صديق وزميله بالملعب حاط بباله انه يمكن حسن متوقع منه مستوى احسن من كذي فيمكن يحط نفسه على نفسه ضغط زياده فانا اعتقد ممكن ممكن اني استغرب من هذا من ردة الفعل لكن هذا اللي واضح بالمباراة يعني في كور سهل على ما اعتقد للاعب عبد الله المتيم ما عودنا ان يضيعها بشكل مباشر لكن حاليا الفريقين يواجهون نقطة لحسم الشوط للفريق المرسل والمستقبل الارسال على ايد اللاعب عبد الرحمن الارسال الثاني فرصة كبيرة لكسر الارسال وفعلا ينكسر الارسال في هذا التوقيت والشوط لمصلحة الموسى والمشيمي بعد ما كانت يعني النقاط للفريق موسى والمشيمي كانت ثلاث نقاط تقريبا محسوم الجيم تقريبا فان نقول ياهم الحظ ان خطا مزدوج من اللاعب عبد الرحمن على الارسال طبعا مثل ما ذكرنا ان عبد الرحمن يواجه مشكله في انا اقول انه اصابه عبد الرحمن تاثر كثير في النتيجه مستوى الفريق مستوى المباراه ويعطي ثقه طبعا يعطي ثقه للفريق المستقبل ان يعني احنا نعرف انه عبد الرحمن العودي عنده سيرف ممتاز عنده فورهاند ممتاز يعني انا اقول قاعد يلعب 20% من امكانياته نقول يعطي العافيه انه قدر يوصل للنهائي ما شاء الله امس لعب تقريبا مباراتين لعب نص النهائي ولعب مباراه النهائي ما توفق بالمباراه بالنهائي ضد عبد الحميد محمود احنا ما ناخذ شيء من اللاعب عبد الحميد لكن نقول انه لو كان محمد عبد الرحمن بالمستوى الطبيعي المستوى احنا اللي عودنا عليه ما راح تكون النتيجه بالسهوله اللي حسمها فيها المباراه اللاعب عبد الحميد محمود ولكن نقول يعطيه الف عافيه على المستوى اللي قدموه كل اللاعبين في البطوله مستوى مشرف جدا ونفتخر فيه كفريق اي وخاصه انا اقدم الشكر لعند لاعب نادي اليرموك الرياضي عيسى قوزرد اللي قدم بالبطوله هذه مستوى جدا عالي كان عمره 16 سنه فاز على مصنفين 2 وما توفق بالمباراه نصف النهائي ضد عبد الحميد جمعه واتمنى له اقدم الشكر يعني حتى احمد مفيد اللي فاز بالنهائي تحت 17 سنه واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله اجمعين يا رب الارسال على ايد اللاعب حسن الموسى وتقدم كسر الارسال 2-1 خارج الملعب على الاستقبال من اللاعب عبد الحميد بالساعش لا شيء الرسالة الثاني من اللاعب حسن الموسى خطأ مزدوج من اللاعب حسن الموسى على ما أعتقد مراضي من قرار الحكم 15 الجميع سيرف الفولي من اللاعب حسن موسى ويحسمها لصالح الفريق 30-15 نشاهد هنا كابتن حسن هدوء كابتن هدوء اللاعب حسن موسى وايضا كابتن على ما اعتقد حسن موسى حاليا كابتن المستقبل ان شاء الله لا يعني فعلا لاحظ خبره اللاعب كان يلعب بكل هدوء وثقه باللاعب صحيح حتى اذا ضاعت عليه النقطه ما تحس انه يكون له رده فعل سلبيه اللاعب راكد ومثل ما ذكرت انه يلعب بكل ثقه وهدوء ويمتلك المهارات اللي تسهل الامور على الفريق ومثل ما لاحظنا في هذه النقطه خاصه بالنقاط المهمه يعرف يلعب ارسالات فعلا 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 وهذا اللي هذا اللي لاحظناه في هذه النقطه نلاحظ ارسال فولي والفولي كان عميق على اللاعب محبوب وقدر انه يغطي الملعب اللاعب عبد الله المشيمي وينهيها لمصلحته شوط لمصلحه الموسى والمشيمي 3-1 تقدم كبير هل يستغلون هالتقدم وتضيع حاول المشيمي انه ياخذها على اللاعب حسن الموسى
ما توفق وتنتهي النطلي صالح اللاعب العوضي والمشيمي عفوا العوضي وجمعة. المرة اللاعب عبد الله حاضر في النقطة 15 للجميع. اكيد قال لحسن موسى يبلي واحدة اعطيك ايبك واحدة. هذا نقطة بنقطة. ايوه كل ما اللاعب قدر انه يحسن نقطة على الاستقبال يعطي الثقة لزميله بالمستقبل في النقطة اللي بعدها. فحاليا جميلة جميلة من اللاعب حسن موسى مثل ما ذكرنا يلعب وكأنه يتدرب. اللاعب حسن موسى لعبة جميلة فورهاند سبين عميق توقع اللاعبين ان الكرة راح تروح برا الملعب لكن حاسبها حسب حساب انا اعتقد حسن ملك في ضربة اللوب على مستوى مباريات الزوجي. 15-30 الوضع صعب على محبوب جمعة وعبد الرحمن عوضي. ارسال خاطئ خارج الملعب من اللاعب عبد الله المشيمي حاول انه يلعبها على نفس طريقة حسن موسى لوب لكن خارج الملعب 30 الجميع. لاحظ انه كان متحسف على النقطة لان كانت جدا سهلة وكانت يعني على ايده مثل ما توقعنا من بعد ما كان اللاعب عبد الرحمن او عبد الحميد على الفولي كانت كرته سهلة وفي نص الملعب 30 الجميع. الفرصة لا زالت حاضرة وخطأ مزدوج بتوقيت يعني نقول حاسم. نقطتين لحسم الشوط لفريق المستقبل الموسى والمشيمي. على ما اعتقد اللاعب عبد الحميد يعني يواجه نوع من الضغط انه هو الوحيد اللي لازم يكون المتوقع انه يفوز على الارسال وهذا وتضيع النقطة على حسن الموسى. كابتن نقول انه صعب على الفريق واحد انه يحاول انه يحسم الاشواط بس على ارسال لاعب واحد فان الفريق مكون من لاعبين وكل لاعب يعني ضروري انه يسهل الامور على زميله في المباراة. فانا اعتقد فعلا انه هذا كون زوجي فعلا. هذا فريق لازم كل واحد يفوز بالنقطة هذا كونه زوجي صحيح. والارسال على ما اعتقد هو اهم ضربه اهم شيء بالزوجه هو الارسال. فحاليا نقول برافو للاعبين جمعه والعوضي على الارسال بعد ما كانوا متاخرين 15-40 ثلاث فرص لكسر الارسال لكن ما قدر انه يحسم الفريق الشوط وقدر ان عبد الرحمن وجمعه انه يعودون في الشوط ويحسمون لمصلحتهم ويقلصون الفارق مع ان لا زالوا متاخرين بكسر الارسال. انا اقول لو كان الشوط لصالح حسن موسى والمشيمي في الشوط الماضي كابتن على ما اعتقد نقول المباراه شبه انتهت. كسر الارسال يعني وضعيه صعبه جدا وخاصه المرسل للفريق الخصم اللي هو محمد عبد الرحمن العوضي راح يكون صعب جدا انه نقول انه فرصه كبيره انه يحسمها او انه يعطي الثقه للفريق من بعد الكسر الاول. فحاليا الارسال على ايد اللاعب عبد الله المشيمي اللي يمكن واجه نوع نقطه بعض النقاط احد النقاط الجميله اللي شفناها للاعب حسن موسى. طبعا هاي النقطه اللي حسمها الفريق راح جمعه والعوضي على الارسال وحاليا يرسل اللاعب عبد الله المشيمي للتقدم في الشوط عفوا التقدم في المجموعة الثانية بالمباراة والنقطة الأولى لمصلحة اللاعب المشيمي والموسى 15 لا شيء. وهالمرة على إيد اللاعب حسن موسى تغطية كبيرة على الفولي حلوة منك يا أبو علي. وموسى صار وموسى اسمه صح؟ وموسى ولده صار موسى صح كان ابو علي صار موسى.
وحلوة أيضا مثل ما ذكرنا. الإرسال الأول هو مفتاح النجاح لأي فريق على الإرسال. حاليا يرسل لحسم الشوط عبد الله المشيمي 3-4 إرسالات يعني ممتازة للاعب عبد الله المشيمي، والثقة حاضرة للاعبين موسى والمشيمي على الإرسال. شوط نظيف 4-2 إرسال وشوط، نقول هو الشوط الحاسم. الشوط الحاسم إن قدر اللاعب عبد الرحمن إنه يحسم هذا الشوط لمصلحته على الأقل، يعطي فرصة وثقة للفريق إنه يعود في المباراة. وتضيع النقطة الأولى على اللاعب حسن موسى، حاول يلعبها على طريقة التوب سبين لوب 15 لا شيء. جميلة من اللاعب عبد الله المشيمي 15 الجميع، لعبها على طريقة السلايس داون ذا لاين. لاحظ انها كانت قريبة من الشبك، قريبة من الخط الدبل، لعبها على طريقة السلايس. ما قراها اللاعب عبد الحميد 15 الجميع. وهالمرة يلعبها بشكل جميل في نص الملعب اللاعب حسن موسى، توب سبين شورت قصير على اللاعبين ان يكون لهم اي ردة فعل. عبد الرحمن نلاحظ في الاعصاب من بعد ما ضاعت النقطة الماضية وتضيع النقطة هذه ايضا. يحاول يلعب، صعب نقول كده، مو واقعي انك تلعب ارسال بنص الجسد وبشكل بطيء بالطريقة اللي يلعبها عبد الرحمن ويدخل عليها فولي، صعبة. صح، وخاصة نشاهد الحين عبد الله المشيمي رجعت الثقة، قاعد يلعب بدون خوف بدون توتر. صحيح، وينهيها ويحسمها المشيمي على الاستقبال والسماش على الفريق محبوب والعوضي. ونقول ان مثل ما ذكرنا كابتن، قلنا انه راح يكون الشوط هذا صعب على عبد الرحمن والعوضي، عبد الرحمن العوضي ومحمود جمعه، لان يفقدون قوه الارسال، يفقدون امكانيات الارسال، الارسالات الاولى بالذات خاصه من اللاعب عبد الرحمن العوضي. ما نقول ان عبد الرحمن ما يقدم مباراه، بالعكس يقدم مباراه اكثر من رائع، لكن اذا انت متوقع ان الفريق راح يكون عنده يواجه اي سهوله بفوز الاشواط على الارسال، تكون هذه شبه غير واقعي، لان عبد الرحمن يمتلك الارسال يعني ابطا من نقول من الفيد للمدرب للاعب وقت التدريب. فان هذه الضربات هذه نتدرب عليها ان ننهيها ونحسمها ونخلصها ونصعب الامور على اللاعب الخصم انه يوجه او انه يتعامل معها. فحاليا يعني نقول عبد الرحمن يواجه نقطة ضعف كبيرة واضحة في المباراة، وخاصة وهي الارسال الاول. طبعا نلاحظ في الاعصاب للاعب عبد الرحمن، هو مراضي عن المستوى، مراضي على الاداء اللي قدمه في هالمباراة، لانه هو يدري انه عنده احسن من كذي. واللاعبين كلهم تقريبا، كل اللي حاضرين في الوقت الحالي يقولون، طبعا ببالهم يقولون انه مسكين اللاعب يؤدي اللي عليه، لكن هذا حلوة جميلة من اللاعب حسن موسى. توقع اللاعب عبد الرحمن الكرة كانت راح تكون خارج الملعب. 15 لا شيء، الإرسال على ايد اللاعب حسن موسى اللي يمتلك التكتيك الكافي والخبرة الكافية انه يحسم المباراة على الإرسال. و15 لا شيء، هل في امل ان يردون في المباراة عبد الرحمن وجمعة يا كابتن؟ انا كرأيي انه راح نشوف سوبر تاي بريك. سوبر تاي بريك؟ لا قاعد تغشم يا كابتن. صعبة، 30 لا شيء، 5-2 كسرين الإرسال، يعني نقول جود لك. أنا على حسب خبرتي يعني، لأن الإرسال على إيد حسن موسى، وحسن موسى نقول ما راح يعطي أي هدايا يعني. وجميلة، استقبال كبير من اللاعب حميد على طريقة الباك هاند قصيرة على اللاعب حسن موسى، ما تحرك لها بشكل سريع على الفولي. 30-15 نلاحظ ان عبد الرحمن يفتح الزاويه اليسرى من الملعب، لان هو مو مرتاح من الفور هاند، يبي يلعب، يتعمد ان يلعبها على الباك هاند.
وضاعت ضاعت اللقطة على اللاعب حسن موسى سماش على الإيد 30 الجميع. والله يا كابتن قد توقعاتك تكون في محلها. تقدم كان الفريق حسن موسى مع المشيمي 30 لا شيء حاليا 30 الجميع. الفرصة حاضرة لكل الفريقين في هذا الشوط. المرة تضيع على اللاعب عبد الرحمن بالفولي وفرصة ونقطة المباراة لمصلحة الموسى والمشيمي في هذا التوقيت. أعزائي المشاهدين 40-30 الكابتن على ما أعتقد لا الحين مقتنع أن المباراة ستطول ساعة زيادة. وخارج الملعب بعد ما كان في ردة فعل كبيرة من اللاعبين حسن موسى والمشيمي. جود لك ألف مبروك وهارد لك يا عبد الحميد وعبد الرحمن. نقول الخبرة الخبرة تغلبت على القوة والبدن، لكن نقول هم عبد الرحمن كان يواجه مشكلة في المباراة كبيرة فعلا. فنقول اللعب كان متوازن وشبه يعني غير متوازن، لكن نشوف النتيجة بالشوط الأول كانت قريبة من الفريقين. نقول المباراة كانت متوازنة جدا بالشوط الأول بالمجموعة الأولى، لكن المجموعة الثانية خلاص على ما أعتقد الإرهاق والتعب والإصابة تغلبت على اللاعب عبد الرحمن العوضي، خاصة على الإرسال كسرين للإرسال مو بس كسر واحد، وهذا اللي صنع الفارق لعبد الرحمن المشيمي وحسن الموسى. فكابتن يعطيك العافية وتحليلك يعني من بعد نهاية المباراة في هذا الوقت وبعد هذه المباراة الجميلة اللي خاضوها اللاعبين. والله أنا كنت أتمنى مباراة أحسن نظرا لإصابة عبد الله عبد الرحمن العوضي، يعني ما قدرنا نشوف مهارات، وإحنا اللي نعرف إنه عبد الرحمن العوضي لاعب مهاري ولاعب سريع. صح. بس نقول له مهارد لك واتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ومبروك الفريق عبد الله مكيمي و عبد الحميد. يعطيك العافية كابتن على حضورك وعلى مشاركتك في التعليق والتحليل، وإن شاء الله نتابع أكثر من هالمهرجانات هذه، أكثر من هالبطولة هذه في المستقبل القريب، وإن شاء الله نحتفل برياضة التنس يعني بشكل مستمر وليس فقط بطولة واحدة في السنة. ويعطيكم العافية أعزائي المشاهدين على حضوركم ومشاهدتكم ومتابعتكم لهذه المباراة وهذه الفعاليات. وننتقل إلى الكابتن الكبير أبو مبشار في لحظة الختام بطولة الكويت، بطولة الكويت المفتوحة. وشكرا أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء.
واحد National Anthem of the State of Kuwait. سعادة الشيخ أحمد الجابر العبد الله الجابر الصباح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس والرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للتنس. السيد محمد جاسم المرزوق رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين. السيد ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة بنك بورقان. السيد علي مراد بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بهبهاني. الدكتور حمود فليطح الشمري مدير عام الهيئة العامة للرياضة. السيد سامي الإبراهيم الرئيس الفخري للاتحاد العربي للتنس. سعادة السفير عبد الأحد مباكي سفير السنغال وعميد السلك الدبلوماسي. السادة أعضاء السلك الدبلوماسي ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أرحب بكم في حفل ختام بطولة الكويت المفتوحة التاسعة للتنس والتي انطلقت في الرابع من مارس الجاري بمشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات على مختلف أعمارهم. وتأتي البطولة بنسختها السنوية التاسعة على التوالي لتؤكد حرص مجلس إدارة الاتحاد على تسخير كل إمكانياته لخدمة الشباب الرياضي وتوفير المناخ المناسب لإقامة المنافسات الرياضية بين محبي لعبة التنس ببلدنا الحبيبة المعطاء الكويت، بلد الصداقة والسلام والازدهار، كما يسعى لدعم المتميزين منهم وخصصت لهم الجوائز العينية والمالية والتي فاقت لهذا العام
$30,000 موزع على مسابقات هذه البطولة، وعددها 11 مسابقة للفردي والزوجي. Your Excellency شيخ أحمد الجابر الصباح، President Kuwait Tennis Federation، President Arab Tennis Federation، Honorary Live President Asian Tennis Federation، Mr. محمد المرزوق Chairman تمدين Group، Mr. ماجد العجيل Chairman Borgan Bank، Mr. علي مراد باباني Chairman باباني Group، Dr. حمود فليطح الشمري Public Director General of Public Authority for Sports، Mr. سامي الإبراهيم Honorary Live President of Arab Tennis Federation، His Excellency Mr. عبدو لحد مباكي Senegalese Ambassador in Kuwait، Dean of Diplomatic Corps، Members of Diplomatic Corps، Our Distinguished Guests. On behalf of the Higher Organization Committee, it gives me great pleasure and gratitude to welcome you all to this closing ceremony of 9th Kuwait Open, started on Sunday, 4th March 2018. A large number of players participated in the different events of the tournament. This 9th Kuwait Open ensures that Kuwait Tennis Federation is very keen to exploit all its capabilities for the good of sports youth and to ensure the continuity of competitions among tennis players in our beloved country, Kuwait. Kuwait Tennis Federation also supports promising players. There is over $30,000 allocated as prize money to be handed to winners and runner-ups of singles and doubles in the 11th events of the tournament. حضورنا الكرام، الكلمة الآن لسعادة الشيخ أحمد الجابر العبدالله الجابر الصباح، فليتفضل مشكورا. I would like to call upon His Excellency شيخ أحمد الجابر العبدالله الجابر الصباح for his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، يطيب لي أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على حضور حفلنا الختامي لبطولة الكويت المفتوحة التاسعة للتنس 2018 التي انطلقت في الرابع من شهر مارس الجاري، والتي تتواكب سنوياً مع احتفالنا بالأعياد الوطنية لبلدنا الحبيب الكويت. ونهنئ أنفسنا جميعاً بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة على كل المستويات، ولا سيما المشاركة الكثيفة للاعبين واللاعبات في كافة الفئات السنية، والتي فاقت بكثير أعداد المشاركين في البطولات السابقة، وذلك بعدد إجمالي 280 لاعب ولاعبة في جميع الفئات السنية من لاعبي المنتخب الوطني والأندية الرياضية ومن غيرها من ممارسي اللعبة بالكويت، فضلاً عن الدبلوماسيين. كما يطيب لي أن أهنئ جميع الفائزين في البطولة والحاصلين على مراكز متقدمة في كافة الفئات السنية، وكذلك فئة الدبلوماسيين مع أطيب التمنيات لمن لم يحالفهم التوفيق في هذه البطولة بحظ أوفر في البطولات القادمة بإذن الله. وبما أن البطولة القادمة للعام 2019 بإذن الله تعالى ستقام على ملاعب مجمع الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح الدولي للتنس، ليتحقق بذلك حلمنا وحلم جميع محبي اللعبة ومنتسبيها بظهور هذا الصرح الرياضي الحضاري الكبير إلى النور
وبالشكل الذي يليق باسم الكويت وبالتنس الكويتي. يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مجموعة التمدين التي تستحوذ على شركة سبيرت للتطوير العقاري مستثمر هذا المشروع الذي تجري الأعمال فيه طبقاً للبرنامج والجدول الزمني المتفق عليه. وبعد الصبر الطويل والمعاناة الكبيرة والعراقيل الكثيرة خلال الفترة الطويلة الماضية منذ مباركة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، للفكرة عام 1997 والبدء في تخصيص قطعة الأرض والتعاقد بشأنها مع وزارة المالية في عام 1998 لتكون مقراً دائماً للاتحاد الكويتي للتنس. وبعد كل هذا كم هو جميل أن تتكلل جميع الجهود التي بذلت في الفترة الماضية بالنجاح، وذلك بفضل مجموعة وطنية تبنت هذا المشروع ورفعت عنا هذه المعاناة. وهنا أود أن أخص بالذكر الأخ محمد جاسم المرزوق الذي قام بجهود كبيرة في المشروع واهتم بكافة التفاصيل ليظهره بشكل لم يكن أحد يتوقعه، حتى أن الاتحاد الدولي للتنس صنفه كأفضل مشروع تنس على مستوى العالم من حيث المساحة. لذا فإنني أتوجه له بشكر خاص نيابة عن أسرة التنس، وذلك على كل ما قدمه ولم يزل يقدمه من أجل أن يظهر هذا الصرح العالمي بأبهى صورة وليكون مكانا يفخر به كل رياضي في الكويت بل كل الكويتيين. هذا الصرح الذي سيكون مركز انطلاق التنس الكويتي إلى العالمية كما سيكون حديث العالم، وذلك بما يتناغم ورؤى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً في المستقبل المنظور بإذن الله. كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها الأخ الدكتور حمود فليطح المدير العام على رعايتها ودعمها لكافة أنشطة الاتحاد في الداخل والخارج وعلى جهودها في تذليل كافة العقبات التي واجهها هذا المشروع. كما يطيب لي أن أشكر بنك بورقان الراعي الرئيسي وعلى رأسه الأخ ماجد العجيل رئيس مجلس الإدارة على دعمه السخي لبطولة هذا العام، متمنياً أن تكون البطولة عند حسن الظن. كما أشكر مجموعة بهبهاني وعلى رأسها الأخ علي مراد بهبهاني رئيس مجلس الإدارة على رعايته ودعمه لهذه البطولة منذ بداية انطلاقها. كما أشكر بقية رعاة البطولة على المشاركة في نجاحها، وأشكر كافة الأندية الرياضية بالكويت المشاركة في نشاط الاتحاد الكويتي للتنس وهي الداعم الرئيسي والرافد الأساسي لمنتخباتنا الوطنية التي حققت للكويت مكانة متميزة على كافة المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية. كما أتوجه بشكر خاص للأخوة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي اليرموك الرياضي على إتاحة ملاعب النادي لأنشطة الاتحاد على مدى أكثر من 25 عاماً. ولا يفوتني أن أشكر كافة وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية على دعمها لأنشطة الاتحاد المختلفة وإسهامها الكبير في نشر اللعبة في بلدنا الحبيب الكويت. كما أشيد بجهود جميع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة وأعضاء اللجان العاملة على مدى فترة طويلة قبل وأثناء سير البطولة. وفي ختام نتمنى أن نكون دائما على العهد في رفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل الرياضية الدولية وعلى كافة المستويات سواء على مستوى اللاعبين أو الحكام أو المدربين، وذلك للوصول بالتنس الكويتي إلى المكان التي تليق به عالمياً في ظل القيادة الحكيمة
لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحكومتنا الرشيدة، كل شكري وتقديري لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لسعادة الشيخ أحمد الجابر العبد الله الجابر الصباح رئيس الاتحاد الكويتي للتنس على كلمته، والشكر موصول لإخوانه أعضاء مجلس الإدارة ولكل من ساهم بنجاح هذه البطولة من الإداريين والحكام والفنيين والإعلاميين واللاعبين وللجمهور الذي تابع فعاليات هذه البطولة. Great thanks to His Excellency Sheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah for his remarks. We also offer our sincere thanks to all those who contributed to the success of this tournament, members of board of Kuwaiti Tennis Federation, officials, locals, media, players and fans. والآن جاء دور التكريم، فليتفضل السيد سامي الإبراهيم الرئيس الفخري للاتحاد العربي للتنس بمشاركة الشيخ أحمد الجابر الصباح في التكريم وتوزيع الدروع التذكارية والكؤوس والجوائز. I would like to call upon Mr. Sami Fahd Ibrahim, the honorary live president of Arab Tennis Federation, to join His Excellency Sheikh in giving tributes to some VIP sponsors, tournaments, staff and handing cups and trophies to the winners. أولاً الرعاة الرئيسيين للبطولة. First, all honoring VIPs and sponsors. نبدأ مع السيد محمد جاسم المرزوق رئيس مجلس إدارة مجموعة تندين. Mr. محمد جاسم المرزوق, Chairman of Tendin Group. السيد ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة بنك بورغان. مستر ماجد عيسى العجيل Chairman of Burgan Bank. السيد علي مراد بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بهبهاني. مستر علي مراد بهبهاني the chairman of بهبهاني group. دكتور حمود فليطح الشمري مدير عام الهيئة العامة للرياضة and director general of public authority for sports دكتور حمود فليطح. ثانياً أعضاء السلك الدبلوماسي المشاركين في البطولة
Honoring their excellencies, ambassadors and members of the diplomatic corps participated in the tournament. حيوا معاي سعادة السفير عبد الأحد مباكي سفير جمهورية السنغال لدى دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي. Ladies and gentlemen, His Excellency Mr. Ambassador Abdul Ahad Mbaki, the Senegalese Ambassador in Kuwait, Dean of Diplomatic Corps. ثالثاً الجهات الراعية للبطولة other sponsors حيوا معاي نادي اليرموك الرياضي يرموك سبورتس كلوب معهد إليت للتدريب الأهلي Elite Institute for Private Training. Last not least, the three events, Sherikat three events. رابعاً مع الإعلام honoring the media قناة كويت سبورت تلفزيون الكويت سبورتس شانل كويت تي في الغريب القناة الأولى تلفزيون دولة الكويت The first channel at Kuwait TV قناة الراي راي channel راي TV Y Satellite Channel قناة العدالة عدالة Satellite Channel TV قناة الشاهد الشاهد TV السيد رئيس قسم الرياضي بإذاعة دولة الكويت Sports Section in Radio Kuwait السيد حسين الفضلي مدير تحرير جريدة النهار حسين الفضلي from النهار newspaper السيد رئيس القسم الرياضي بجريدة القبس القبس نيوز بيبر
السيد رئيس القسم الرياضي بجريدة الأنباء الأنباء نيوز بيبر. فوق بالقمة وعالية الهمة نقول للي ما عرفنا احنا الكويتيين ما نتكلم منا تتعلم احنا عالم. رئيس القسم الرياضي بجريدة الراي الصعب لمان هذا احنا الكويتيين احنا نبداها ربي يرعانا الفخر كل الفخر احنا الكويتيين. السيد حين دارج من بنت مشرفة حبك تعشقت واللي يفكر يا المسج بتقوم الدنيا بكيفة من كل واحد مغترب برا الكويت من كل. السيد صلاح حمد المشيطي رئيس لجنة العلاقات العامة The Public Relation Committee مستر صلاح حمد المشيطي. من ضحيات عبد الله السالم سلام يلي غلاط. السيد يسري محمد الهراوي رئيس اللجنة الإعلامية The Media Committee or Press Committee يسري محمد الهراوي. حبك بنى نصروح بقلوبها القريب السيد مطلق السبائي منسق اللجنة الإعلامية Coordinator of the Press Committee مطلق السبائي. حكام البطولة Tournament Referees براك جواهري عبد الرسول حيدر أميمة الضفيري أميمة غفيل. يا عشق
وأخصائي العلاج الطبيعي محمد مزيونة. محمد مزيونة والعين دارج منزلت والروح تحبك تعشقت واللي يفكر يلمسك بتكون الدنيا بكل مقام. كل عام وانت الحب وبك يلي حبك كل عام وانت فيه بخير. والآن تكريم الفائزين المسابقة فرد البراعم تحت 11 سنة Boys Singles Under 11. المركز الثاني حسن علي جمال Runner up of the Boys Singles Under 11 حسن علي جمال. And the winner, ladies and gentlemen, Muhammad Jasim Al-Awadi for the Boys Singles Under 11. Hayo, hayo, ya jamaa. Another round of applause for the winner. فردي الأشبال تحت 13 سنة Boys Singles Under 13 Runner Up يعقوب يوسف محمد مركز ثاني. Let's salute him, the Runner Up, ladies and gentlemen. Hayo, another round of applause. And ladies and gentlemen, let's give it up to the winner of the Boys Singles Under 13, Maxwell Endestead. الفائز Maxwell Endestead لفردي الأشبال تحت 13 سنة. Another round of applause for Maxwell. Ladies and gentlemen, another round of applause. فردي الناشئين تحت 17 سنة Junior Singles Under 17 Runner up المركز الثاني حيوا معاي عيسى سلمان قبازرد. And ladies and gentlemen, running up عيسى سلمان قبازرد for the Junior Single Under 17. And ladies and gentlemen, the winners of the Junior Single Under 17, let's give it up to Ahmed Mufid Khamis. المركز الأول في Junior Singles Under 17 لفرد الناشئين تحت 17 سنة أحمد مفيد خميس. فرد الرجال Men Singles Runner Up المركز الثاني عبد الرحمن العوضي. عبد الرحمن العوضي Ladies and Gentlemen, عبد الرحمن. Another round of applause, ladies and gentlemen. Hayo. And ladies and gentlemen, let's give it up to the men's singles winner,
عبد الحميد مبارك. ابن نجم الكويت محبوب جمعة عبد الحميد. He's the son of the ex-superstar of Kuwait soccer national team. فردي الناشئات تحت 18 سنة. Girls singles under 18. Runner up. المركز الثاني. حيوا معاي ريتاج حسين. ريتاج Ladies and gentlemen, let's give it up to Ritaj Hussain. Another round of applause. حيوها جمهور حيوها. And ladies and gentlemen, the winner of the girls singles under 18, المركز الأول فريدة العياط. فريدة Let's welcome the winner of the girls singles under 18 Another round of applause for Farida, ladies and gentlemen. Fardi Al-Sayyida, ladies singles. Runner up. Hayu Ma'ay, المركز الثاني, دكتورة منار محمد الجزاف. And the winner of the ladies singles, let's give it up to the champion Sara Babani. المركز الأول فائزة سارة باباني. Another round of applause for the winner, ladies and gentlemen. فردي الرواد فوق 45 سنة veteran singles over 45 runner up let's give it up to Valentin Grigorov let's welcome Valentin Grigorov ladies and gentlemen Another round of applause for Valentin. And ladies and gentlemen, we go to the winner of the veteran singles over 45, Bojan Ilicic. Let's welcome Bojan, the winner. Let's give it up to Bojan Ilicic, ladies and gentlemen. Another round of applause. Ferdi Rouad, فوق 55 سنة. Veteran singles, over 55. Runner up, let's give it up to Subhi Al-Gharabelli. And And winner, ladies and gentlemen, veterans,
singles over 55, Kota Singh. Curtis, let's give it a round of applause for Curtis, ladies and gentlemen. حيوم جمهور حيوم يستاهلون. زوج الرجال men's doubles runners up عبد الحمال عوضي عبد الحميد محبوب. حيوم جمهور حيوم. Men's doubles winners, ladies and gentlemen, عبد الله راشد المتيني، حسين الموسى أو حسن الموسى. Another round of applause for the winners, ladies and gentlemen. زوجي الرواد veterans doubles runners up Wendy Solomon George Del Guerrero. Wendy Solomon and George Del Guerrero. And ladies and gentlemen, last not least, the winners of the veterans doubles, let's give it up to Zoran Demetyevich, Bojan Ilicic. Another round of applause for the winners, ladies and gentlemen. And now I would like to ask the winners to have a group photo with the president of the Kuwait Tennis Federation and the VIPs, please. A group photo for all the winners. صورة جماعية للفائزين. وين الشباب؟ عبد الحميد مبارك، العوضي، الموسى. Mchemi, Talo. Two lines. مثل فريق الكرة.
حضورنا الكريم مع تكريم اللاعبين المشاركين في البطولة ولكن غير مسجلين في الأندية، مع صورة جماعية مع السيد رئيس الاتحاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله الجابر الصباح ومجموعة الرؤاة الفي آي بيز. I would like to call upon a group photo for non-registered players at clubs who participated in the tournament with the president and the VIPs. يلا يا شباب نبي صورة صفين يا شباب. ناس تحت ايوه صورة جماعية صورة جماعية يلا يلا صورة جماعية. ليش داخل صفين؟